سميها ايه؟ قال لي سميها صالون هناجر. قلت له ما انا عندي صالون الامير فاضل، انا عايزه حاجه مختلفه. قال لي سميها ملتقى الهناجر. هو قالها ومشي، يعني احنا مشينا، وراح شغل في الصندوق وانا رحت القطاع يعني بتاع الانتاج، وراح صندوق التنميه. والفكره يعني جت في راسي واشتغلت واشتغلت عليها وعملت المشروع. و دكتور سعيد مش كده؟ عماله بطلب حضرتك. عموما يعني عايزه اقول لكم يعني شاهد من الموضوع ان المكان ده انا بحبه قوي. دكتور جمال له فضل عليا بعد ربنا كتير، اتعلمت هنا، وكانت كل الموضوعات الصعبه كانت بتسند ليا وانا اقول يا ربي. كان الباشمهندس محمد ابو سعد كان رئيس صندوق التنميه الثقافيه، وكان يقول لي اعملي الموضوع ده. اقول له ايه ده صعب قوي، ايه ثوره ومجلس عسكري ده؟ انا اعمل ثوره ومجلس عسكري؟ يقول لي ايوه تعملي. الثقه اللي جواني والتشجيع اللي شجعوني والدعم كان سبب في ان انا اعمل حاجه كويسه هنا. انا بعتبر ان انا عملت احلى الاعمال في قصر الامير فاضل، يعني مش ممكن تعوض كل حاجه عملتها. قعدت مع جمال البطاني، وقعدت مع يوسف القعيد، قعدت مع حمد احمد، كبار الفنانين، وسيرجي كاربوتشينكو جهنا اللي هو السفير الروسي، السفير مركز الثقافه الصيني. يعني عملت حاجات انا اللي كنت لازم اقولها في حضرتك الكلام ده وجودك، لان كان لازم اشكرك وافكرك، اكيد انت ناسي طبعا. برحب بيكم ومشرفين قصر الامير فاضل التابع لصندوق التنميه الثقافيه برئاسه الدكتور جمال، قصر برئاسه الدكتور جمال مصطفى، والدكتور جمال وكيل اول وزاره الاثار وماسك المكتب الفني في صندوق التنميه الثقافيه. وبرحب بضيوفنا اللي موجودين معانا. والحقيقه يعني عايزه اقول لكم ضيوفنا شخصيات الحقيقه يعني لو فضلت اقدمها يعني محتاجه لقاءات ولقاءات. خلوني ابدا من ليديز فيرست ونبدا بالضيوف. ومعانا يمكن الشخصيه الجميله اللي ممكن تكلمك عن اصعب المصطلحات في الذكاء الاصطناعي وببساطه شديده، تدي لك المعلومة بكل ما فيها بكلمات يعني بتصل سريعا إلى العقل. تقدر إن أنت حتى تحس بإيه ده؟ هو الذكاء الاصطناعي سهل كده؟ طبعا. وهي مين؟ ده هي عميدة كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهي أيضا زميل الأكاديمية العسكرية للبحوث والدراسات العليا والاستراتيجية. معانا الدكتورة غادة عامر، مشرفانا ومنورانا. خلي الأميرة من الآخر، الأميرة من البيت. ومعانا طبعاً أستاذنا القدير عبد الوهاب غنيم، وهو رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وأيضاً هو مستشار كلية كامبريدج البريطانية الدولية البريطانية. مشرفنا ومنورنا، ويعني خطوة عزيزة. أما بقى نقول خبير الاتصالات وأمن المعلومات والهندسة وفي نفس الوقت دكتور في هذا الشأن المهم جدا، دكتور سعيد عاشري، مشرفنا ومنورنا. أهلا بيك. زميلتي بقى العزيزة عضو مجلس عضو لجنة الشباب المركزية بيت العائلة المصرية، وهي أستاذة ورئيسة قسم الصحة العامة في جامعة قناة السويس، وهي أيضا الصحة العامة وطب المجتمع وطب الصناعات، وأيضا أستاذ في جامعة مصر للتكنولوجيا، أستاذة الدكتورة أميرة جمال. طبعا انا عرفتكم بالدكتور جمال في الاول، ولكن هذه الندوه عايزه اقول تحت نظام بيت العائله المصريه ولكن شباب مركزيه بيت العائله المصريه. ويمكن موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع جميل ومحتاج لقاءات ولقاءات، ولكن خلينا نبدا الاول في معلومات عن قصر الامير فاضل ومن خلال الدكتور جمال مصطفى. اتفضل يا دكتور.